أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا شاب تقدمت للزواج لأسر كثيرة وأرد لسبب ولغير سبب، وقد ضاقت بي الأرض، فأرجو الدعاء لي بأن يسر الله لي أمري أثابكم الله. فقط الدعاء ما هي مشكلة، نقول اللهم يسر أمور المسلمين، أسأل الله في عزتي وجلاله أن يرزقك الزوجة الصالحة التي تقر بها عينك في الدنيا والآخرة، زوجة تخاف الله فيك وتتقيه، وأن يرزقك الذرية الصالحة التي تقر بها الأعين. وأخي في الله، لا تتأثر بهذا، قد تطلب الزوجة وقد تطلب الوظيفة وقد تطلب السيارة وقد تطلب الأرض والعمارة، فيصرفك العليم الحكيم لعلمه وحكمته، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد ترغب المرأة ووراءها البلاء ووراءها الشقاء، قد ترى المرأة كأحسن ما أنت رائم من جمال ولكن ذريتها لا خير فيها، وقد ترى المرأة فتعجبك فيكون بلاؤها وشقاؤها عليك إن طمعت فيها وحصلت عليها، فالله يصرفك عن الشر والبلاء من حيث لا تعلم، من حيث تعلم ومن حيث لا تعلم. فأحسن الظن بالله. وكان الأخيار يتفاءلون كثيرا إذا أرادوا خيرا من الدنيا فصعب عليهم، لأن غالبا عوض الله وحسن الخلف ما يأتي إلا إذا تعب الإنسان، يبحث عن وظيفة، يبحث حتى يقول تضيق عليه الأرض بما رحبت، ولكن